اهلا بيكم في قناة قصص وحكايات نور. قبل ما نبدأ حكايتنا بتمنى تفعلوا الجرس على الكل وتدعمونا بلايك، وفي البداية هنصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة واتم. قالها عدي نعم، يعني انت كنت مراقباني؟ قالت له اه من زمان يا عدي، واحنا قلنا قبل كده عايزين جهاز تتبع وهو كان موجود معاك من الاول. امال انا كنت هراقب البيت ازاي يعني من على طريق الحاسة السادسة؟ دلوقتي احنا عارفين المكان فين، بس ناقص بس نعرف مداخل ومخارج المكان علشان نقدر ندخل بسرعة قبل ما شحنة المخدرات تدخل مصر. قال لها مازن، طب قضية القتل اللي انت متهمة فيها دي؟ قالت له ريم، لا 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 ده لعب عيال، انا هخرج منها، ده مجرد تحذير ليا وانا عارفة مين اللي عمل كده. قال لها عدي، طب اوعي تقولي ان اللي عمل كده اكمل. قالت له لا عادل اللي عمل كده. قال لها عدي ازاي؟ ده هو بيحبك. قالت له ما هو عايز يخلص من رينات، عشان لو كانت قاعدة اكتر من كده كانت هتبقى العقبة اللي في طريقه، فهو كده ضرب عصفورين بحجر، منه انه يخلص من رينات، والجهة التانية هو عرف من اكمل ان انا مقدم في المخابرات وعرف ان انا همسك القضية لما ارجع من المعسكر التدريبي، وهو عمل كده علشان يبعدني على بال بقى ما يهرب هو واكمل. لكن اللي انا متأكدة منه انه مش هيعمل ليا حاجة تأذيني، والخطة الجاية لو تفكيره نفس تفكيري انه يخلص شغله اللي هنا من تحت الترابيزة ويخلص من رنا، فانا لازم الحقها علشان ده انتقامي انا، وانا اللي لازم انتقم، ومستحيل اخليه هو اللي يقتلها زي ما موتت ابويا، انا اللي هموتها دلوقتي. ودلوقتي هيطلع الطبيب الشرعي ويقول انها ماتت بعد دخولي ليها بشويه، وكده انا طلعت منها، ومش بعيد يجي ليا مكافاه واعتذار رسمي على تشويه سمعتي. اما الكل فكان بيبص ليها من تفكيرها الشيطاني. طب هنعمل ايه؟ قالت ريم لعدي، لا انت دورك خلص كده، مش هدخلك مع عادل تاني اكتر من كده، لازم نجهز قوة ونروح على المكان، بس تطلع من القضية دي، وكمان عايز أصور المكان ده حتة حتة. دلوقتي عادل ابتدى يثق فيك، وأنا مش هدخلك ليه قوي، بس لازم يثق فيك ثقة عمياء ومنها يبعد شكه عنك وتقدر تدخل تصور المكان. قال لها عدي، إزاي يعني؟ قالت له ريم، أنا أقولك دورك بقى إنك تلعب معاهم دور الأشرار سوا. قال لها عدي، وبعدين؟ إزاي؟ أنا مقدرش أقرب منك بأي وحش. قالت له ريم، يا عدي إحنا قدامك كل علاقتنا عداوة مع بعض، انما مع بعض اصحاب واخوات زي ما كنا. قال لها عدي، ماشي. وابتدى العد التنازلي لفتاة من فولاس يبدا. اما ريم فمحمود كان عايزها في مبنى المخابرات، وطلعت وطلع وراها عدي بسرعه علشان يغيروا هدومهم، وبعد كده نزلوا ركبوا العربيات بسرعه ودخلوا اوضه الاجتماع والكل كان موجود. وبعد كده قعدوا شويه وابتدى محمود يقول، طبعا الكل عارف ان ريناد ماتت وريم متهمه في قتلها، بس تقرير الطبيب الشرعي قال ان ريناد ماتت بعد دخول ريم ليها بساعة واحدة، وكده ريم التهمة راحت من عليها، وكمان ليها اعتذار رسمي مع تعويض على تشويه السمعة. ريم ضحكت لهم بثقة وقال محمود، دلوقتي الكل يخرج ما عدا فريق الأسود. وفعلا الكل خرج، وفريق أرسلان هو اللي اتبقى، وابتدى محمود يقول لي ريم، مبروك يا ريم على البراءة، رغم اني كنت متأكد من الاول انك بريئة من التهمة دي. قالت له ريم، شكرا يا فندم، بس كنا عايزين نقول لحضرتك على حاجة. قال لها محمود، أنا سامع، قولي. قالت له ريم كل اللي حصل، والكل حكى ليه كل حاجة، واللي حصل مع عادل والخطة. محمود قال لهم، برافو برافو عليكم والله، فعلا أنا هطلب من القيادة تجهيز كل حاجة للمهمة دي. قالت له ريم، تمام تمام يا فندم. بعد كده محمود قال لعدي، خلي بالك يا عدي، المفروض إنك تاخد سكة عادل في أقرب وقت ممكن، وغير كده ريم بسم الله ما شاء الله متوسية بيك قوي، وكده تمام، امشوا على الخطة بتاعتكم زي ما انتم، وتفضلوا دلوقتي وعملوا حسابكم الفترة دي يفضل انكم تقعدوا مع ريم في قصرها، علشان الحماية والعيلة بتاعتكم في خطر، ولازم تاخدوا بالكم وتقعدوا في قصر الرعدي، بس الاحسن قصر عبدون. قال له أرسلان، انا عن نفسي ما عنديش مانع في اي مكان. قالت له ريم، خلاص عندي انا احسن، حد عنده مشكلة؟ وسألت بروين، وسألت ريم بروين، قالت لها، هو ممكن مامتك تقول لا؟ قالت لها بروين، لا 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 عادي، وبعدين هي هتبقى معايا. قالت لها ريم، خلاص تمام يبقى عندي. قال لهم محمود، خلاص اتفقنا، وعلاقة ريم بعدي قدام الناس لازم تقل تماما. وبعد كده الكل خرج وركب العربيات، وريم بعتت الحرس يجيبوا الكل عندها في القصر، وفعلا في خلال ساعات الكل وصل عندها في القصر. وجاء وقت الغدا، وريم نزلت ومسكت تليفونها، والكل اتصدم من مضمون المكالمة. فريم كانت بتقول، اه حط خبر ان شركات عبدون بتاعت ريم عبدون وعدي العدلي انهم هيفضوا الشراكة لسبب غير معروف، ويلا سلام. قال لها مازن وهو مصدوم من اللي سمعه، انتوا بجد هتفضوا الشركة؟ قالت له ريم، لا
قال لها عدي أمال إيه؟ ومن إمتى بتعملي حاجة من غير ما أعرف؟ قالت له ريم يا ابني افهم، أنت في الفترة دي لازم تبعد عني خالص، ده مجرد تشويش علشان عادل لازم يعرف إن العلاقة بينا بقت وحشة. طب إزاي ده هيحصل وهو مش أخد كلامك ثقة 100%؟ لكن لما أنا أعمل كده الكل هيتأكد، مش عادل بس، إن في مشاكل بينا، ومن هنا هتبدأ رحلة إن الثقة عند عادل تزيد ليك، فاهم يا عدي؟ قالت لها أيلا أنا بصراحة أول مرة أشوف واحدة بنت بالدماغ دي، ده أنا كنت بقول على أرسلان إنه مخ إبليس، ده أنت اللي طلعتي مخ إبليس نفسه. ريم ضحكت وبعدين بصت لعدي وقالت له اعمل حسابك يا عدي، عادل هيخطفك قريب تاني في أقرب وقت ممكن تتخيله. قال لها عدي ماشي يا أختي وماله، ما هو أنا بقيت الفار في الموضوع كله. وبعد مرور 3 أيام كده الأحوال كانت عادية جدا وزي ما هي، بس عدي كان بيتجاهل ريم وده كان مسبب خنقتها وغيرتها، وخصوصا انه بقى قريب من ارسلان جدا جدا. طبعا الكل فاكر ان ريم جباره واسيه، بس هي مفيش اطيب منها وبتعشق ابوها عشق خاص، ولما مات هي اتاثرت بيه قوي، ولحد دلوقتي في سلسله دايما ريم مش بتقلعها من رقبتها، ودي كانت هديه محمد ليها واخر هديه جابها لها، يعني العالم كله كوم ومحمد عبدو ده كوم تاني. حتى علاقه باباها معاها ورغم انه كان موجود زهيب، بس ريم كانت مختلفه عنده وفي مكان تاني خالص، وكانت نسخه منه، والعيون تقولوا توأم ماشيين على الأرض. هي عايزة ترجع حق أبوها بأي تمن، حتى لو في حياتها أو موتها، هي محتاجة حد يفهمها تحس معاه بحنان أبوها اللي ضاع منها. ريم هي اللي مبينة كده قدام الكل إنها قاسية وما عندهاش رحمة، بس هي في الأصل طيبة قوي. ريم صحيت تاني يوم الصبح لقيت عدي كان نايم، وبعدين بحبة كده ماكس جالها، سألته ريم هي عملت إيه يا ماكس؟ قال لها ماكس كله جاهز زي ما طلبتي بالظبط، والخبر نزل إن شركات عبدون هتفض الشراكة. قالت له ريم تمام قوي. قال لها ماكس بس الاسهم بتقل يا ريم. قالت له ريم ده متوقع عشان انا وعدي قوة في السوق، ولما مرة واحدة تخلص الشراكة اكيد هيحصل ده. المهم انا هطلع اغير هدومي وهنزل تاني. وبعدين طلعت ريم عشان تغير هدومها، وبعدها بشوية طلع عليها ارسلان وعرفت ان هو من ريحة برفانه، فقالت له خير عايز ايه يا ارسلان؟ قال لها ارسلان ايه ده، انت عرفتي ازاي؟ عرفتي ازاي ان انا؟ قالت له ريم من ريحة برفانك عشان عدي مش بيحط النوع ده ولا سهيب، وبعدين محدش يتجرأ ويدخل اوضتي غيرك عشان انت بجح. قال لها ارسلان هو حد قال لك ان لسانك طويل؟ قالت له ريم لا محدش يتجرأ ويقولها. قال لها ارسلان بصراحه يا ريم انا عايزك انت. قالت له ريم اسمع بقى، لو كنت فاكر من البنات اللي قطعها ارسلان وقال لها اهدي بس اهدي، انت فهمتي ايه؟ انت فهمتي غلط خالص يا ريم، انا بحبك وعايزه اتجوزك وقابل بيكي زي ما انت، وحتى علاقتك بعدي واللي حواليكي واسر المنشاوي وانا واثق فيكي وانت عارفه اني بحبك. قالت له ريم عارفه. قال لها ارسلان طب بصي انا مش عايز ردك دلوقتي. قالت له ريم مش هينفع يا ارسلان. ارسلان زعق قال لها ليه يعني مش هينفع؟ انا بحبك من اول لما شفتك، وانت جايه بكل بساطه بتقولي لي مش هينفع؟ ليه يعني ردي عليا؟ انا عايز اعرف السبب، حق اعرفه. بصت له ريم وقالت له عشان انا مش هبقى موجوده، انسى يا ارسلان انسى، انت مش هتنفع ليا ولا انا هنفع ليك، رغم ان الكل بيقول عليك بتاع بنات وكل الكلام ده، بس انا حاسه انك طيب وعارفه انك مش كده. الله ارسلان يا ريتني كنت اقدر انساكي، يا ريتني ما شفتكيش، انت بقيتي زي اللعنه معايا خلاص، ورغم ان انا كنت عارف ردك بس انت ليا ليا يا بنت محمد عبدون. ريم ضحكت وقالت له واثق او انت، يمكن انت دلوقتي مش هتفهم كلامي بس بعدين هتفهم قصدي ايه. وخلاص ارسلان كان هيخرج، ريم ندت عليه وبعدين قالت له ارسلان خلي بالك من نفسك، هبقى بعيدة الفترة الجاية بس هكون معاك وهتبقى تحت عيني. قال لها ارسلان انا مش فاهمك. قالت له والله مش هتفهم كلامي دلوقتي خالص، والاول مرة بقولها لك، انا كمان بحبك بس انا مش هينفع. قال لها ارسلان طب ليه؟ طيب انت كمان بتحبيني، ايه المشكلة؟ لو فيا قوليلي. قالت له ريم هي مش فيك، بالعكس انا قلت ليك اني بحبك، ولو مش واثقة فيك عمري ما كنت هقولها، بس المشكلة فيا، خد بالك من نفسك ماشي. قال لها ارسلان استني بس يا ريم، راح فين وليه بتقولي كده؟ قالت له بكره تعرف. اما عدي بقى فبقى يحب يقعد مع ايلا كتير جدا، وبقت علاقته مع ريم مش زي الاول خالص، وصهيب اتقرب من رهف قوي، وارسلان بقى في حزن دايم لعدم فهم ريم واحوالها اللي بتتغير كل شويه من ساعه ما قعد معاها. اما ريم فبقت هاديه جدا وبتقعد لوحدها معظم الوقت. اما عادل فبقى بيثق في عدي ثقه عمياء، وعدي قدر يصور المكان، وريم حطت الخطه علشان الاقتحام
والكل بيجهز نفسه عشان العملية، والكل جهز نفسه علشان يقبضوا على عادل ورانا. والمهمة الساعة كانت 3 بالليل، ودلوقتي الساعة 6 الصبح. وريم صحيت من بدري وراحت قعدت في الجنينة، ومازن راح قعد جنبها. قال لها مازن، صحي بدري كده ليه؟ انت مش عندك مهمة بالليل؟ قالت له ريم، حلمي خلاص، حلمي بيقرب بعد سنين من العذاب والشقة، حق ابويا خلاص راجع. قال لها مازن، طب بعدتي عن عدي ليه؟ انتوا الاتنين طول عمركم جنب بعض، وانا لاحظت انه اتلهى وانتي بعدتي عنه. قالت له ريم، خلاص بقى يا مازن، احنا كبرنا والاحسن اننا نفضل مع بعض طول الوقت، وعدي لازم يشوف حياته، وانا مزعلانه منه بل بالعكس فرحانه عشانه وانه لقى حبه. وبعدين طلعت على اوضتها ولقت سهيب نايم، فراحت جنبه وقالت له، يا زفت انت، يلا اصحى بقى. قال لها سهيب، في ايه؟ مالك بقالك فتره متغيره كده؟ قالت له ريم، لا لا لا، انا تمام كويسه، اول مره اكون كويسه كده، بس انا عايزه اطلب منك طلب يا سهيب. قال لها سهيب، اطلبي طبعا. بص يا سهيب، انا بحبك بجد، وانت عندي زي عدي، واوعى في يوم تفكر اني بكرهك، بالعكس انت فيك كتير من بابا، وده يخليني احبك اكتر. خلي بالك من نفسك ومن مازن وساره والكل، واتجوز رهف، انا عارفه انك بتحبها، وعلى فكره هي كمان بتحبك، اتجوزها وعيش حياتك ماشي. سهيب حس بحاجه غريبه قوي ومش مرتاح لكلام ريم خالص. وبعدين ريم خرجت، وسهيب فضل يقول لنفسه، هو انت مالك يا ريم؟ حاسس قلبي مش مرتاح ليكي. وبعدين ريم دخلت اوضه عدي ولقيته نايم برضه، قعدت جنبه. وبعدين صحيته وقالت له، عدي كنت جايه اقعد معاك وعايزه اطلب منك طلب، اعتبره اخر طلب ليا. قال لها، قصدك ايه يعني؟ قالت له ريم، لا 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 مفيش، خلي بالك من نفسك، انا دايما هبقى جنبك، واوعى تضعف، ابقى قوي، وخد بالك من سهيب يا عدي. قال لها، مالك يا ريم؟ انا عارف اني غلطان معاكي، بس ما توجعيش قلبي عليكي كده. قالت له ريم، والله انا مش زعلانه منك، انت توامي وانا عمري ما زعل منك، بس مش معنى ان انت او انا بعيدنا عن بعض كام يوم ده معناه انك راهق. بلاش عبط، ويلا جهز نفسك علشان نفطر وهستناك تحت. وبعد كده الكل جهز نفسه عشان المهمه. وبعد كده وصلوا المكان المجهول لعادل، وريم حركت ايديها بمعنى الاقتحام وحاطوا البيت كله، ودخلت معاها عدي وسهيب وارسلان. وبروين عطلت الاجهزه الامنيه اللي في البيت كله، وفي واحد شاف ريم وحاول يقرب منها، بس ارسلان مسكه وقضى عليه. وبعدين دخلت ريم اوضه عادل ولقيته ماسك مسدس وحطه على دماغ رنا. قال له، ارسلان سلم نفسك يا عادل، انت خلاص مفيش قدامك فرصه ثانيه. قال له عادل، ما هو خلاص طالما كده كده ضايع لازم اخليها خراب على الكل بقى. ردت ريم وقالت له، عادل رنا حقي انا، وانا اللي لازم اخد حقي، ولو فيها موتي حق ابويا انا اللي هاخده، انا جيت خلاص. فاكر لما موتت بابا وقال لك في واحده هتيجي وتاخد حقي، وقال لك هتبقى ملكه، ودلوقتي حان الوقت ده. بعدين دخل اكمل، قال لها بغل بقى، انا ادخل السجن بسببك؟ ده انت موتك هيبقى على ايدي النهارده. عادل بدا يخاف على ريم وقال له، سيبها يا اكمل ما تقربش منها. قال له اكمل، لا مش هسيبها، لان هي السبب في اللي حصل ليا. بعدين زعقت رنا وقالت، سيبوني انتوا الاثنين بقى. قالت لها ريم، وانت دلوقتي خايفه؟ ما عملتيش من الاول حساب لليوم ده ليه؟ انت واحده خاينه وخساره في يوم من الايام اللي كنت مرات محمد عبدون. رنا بصت ليها بندم لاول مره تحس بيه وقالت لها، سامحيني. ريم بصت ليها وهي زعلانه ومقهوره، قالت لها، الوقت عدى خلاص، اكمل كان خلاص هيضرب اول طلقه من المسدس على ريم، بس رنا وقتها زقتها وخدت هي بالفرصه بدلها. ريم والكل اتصدم من انها عملت كده، وارسلان ضرب اكمل بالنص نص دماغه. وبعدين ريم وطت عشان تشوف رنا وقالت لها، لا قومي، لا انا كنت جاي اخد حقي منك، بس تضحي بنفسك عشاني ليه؟ عملتي كده ليه؟ قومي قومي. قالت لها رنا وهي بتاخد انفاسها الاخيره، سامحيني يا ريم، وادعي لمحمد اني سامحني. وغمضت عيونها وطلعت روحها لربها. فضلت ريم تعيط، فبرغم كل حاجه هي في الاول والاخر امها. وبعدين جه البوليس واخد اكمل وعادل، وكل حاجه بقت واضحه وضوح الشمس. وريم كانت حالتها النفسيه مش قد كده بعد اللي حصل. هي ارتحت لما خدت حق ابوها، بس موت مامتها قدامها برضو اثر فيها وفكرها بموت باباها. وبعدين في تاني يوم في قصر عدون، الكل حضر نفسه علشان يروح يطمن عليها. سالت ريم عدي، ايه اللي حصل في عادل يا عدي؟ قال لها، راح السجن الانفرادي ووشي كده واخد 25 سنه، ده لو مش اعدام اصلا. قالت له ريم، لا اعدام ايه، خلاص الموضوع ده خد وقت اكبر من حجمه، المهم لازم نروح علشان ندفن رنا. وخرجت ريم وخرج معاها الكل، وبعلاقتها طلعت تصريح دفن، وكمان راحت القياده وقالت اللي حصل كله مع الفريق بتاعها، واتسمح ليها انها تاخد جثه رنا، وعملت كل اجراءات الدفن ودفنت رنا. وفضلت ريم شويه قدام القبر وحطت ايديها على القبر وبصت ليه بدموع مكبوته،
وقالت لها سامحتك يا ماما خلاص، والله سامحتك، المهم بابا وربنا هما اللي يسامحوكي بقى. وفي يوم جديد عودي صحى من النوم وراح أوضة ريم ما لقاهاش، دور عليها في كل مكان ما لقاهاش نهائي. وبعدها جت الشغالة وديته جواب وقالت له إن ريم سايباهوله، وكان مكتوب فيه عودي أنا عارفة إنك هتكون زعلان مني، بس كان لازم أعمل كده، أنا لما قلت ليك خد بالك من نفسك كنت قصدي الكلام اللي قلته، أنا محتاجة أبقى لوحدي، مش عارفة قد إيه وإمتى هرجع، بس اللي متأكدة منه إنه مش دلوقتي، أنا عايزة أعرف نفسي من الأول لأني تعبت من المشاكل والانتقامات، أنا كده حق أبويا وصل. خد بالك من نفسك والكل بيحبك، بحبك يا أحسن وأحن أخ في الدنيا، سلام يا توأمي. الكل كان متضايق أوي إن ريم مشيت ومحدش عارف يوصلها، وعدي كان أكتر واحد متأثر وتعصب ومبقاش عارف يعمل إيه. وفضلت ريم حوالي 6 شهور غايبة، وعدي فضل يدور عليها، وآسر المنشاوي بيدور، وأرسلان وبنات الأسد بيدوروا، ومحدش عارف هي فين. أرسلان قال لعدي أنا دورت كتير عليها في كل بلد ممكن تروحها، بس هي مش موجودة. وقال يا جماعة أنا بعشق ريم والله، وعايزها ترجع بأي طريقة واتجوزها. قال له مازن مش أنت بس يا أرسلان، دي بنتي اللي ما خلفتهاش، وأنا عارف ريم كويس، ريم مش هتصغر غير وهي عايزة كده، ويلا بكرة في الثانوية للشركة، وأكيد الكل لازم يبقى موجود. أما عيلة الرادي فرجعت بيتها، وأرسلان طلع من غير ما يكلم حد، وأبوه بص عليه بزعل. أرسلان كان صعبان عليه، وقال لمجدة أرسلان اتغير قوي، كان نفسي ربنا يخليه يتوب ويحب، بس ربنا بيخليه يتعاقب على اللي كان بيعملوه زمان في بنات الناس، وكان بيلعب بيهم. فجت واحدة خطفت قلبه من غير ما يعرف، وبعد كده هربت بقلبه زي ما كان بيعمل مع البنات اللي كانت بتحبه. قالت له مجدة أنا صعبان عليا قوي، لأن هو اتغير عن الأول كتير، بس الأول كان أرحم، ده دلوقتي مش زي الناس، ولا بيعمل أي حاجة غير الشغل الشركة وشغله العادي، وإنه يعرف هي فين، وهي ولا باين ليها أصلا، ولا بياكل ولا بيشرب. يا رب ريم ترجع بقى. فعلا البنت دي رغم اني اعرفها من فتره قليله بس دخلت قلبي بسرعه. قال لها ادهم مش انتي بس يا مجد والله، يلا ربنا يحلها من عنده. وفي يوم جديد في فرنسا صحت ريم على صوت تليفونها، وكان الحارس بتاع فيلتها. قالت له ايه في ايه خير يعني، ايه الموضوع المهم اللي مخليك كده اتصل بيا على الصبح؟ قال لها الحارس اصل عدي. قالت له ريم ماله عدي؟ قال لها اصل بصراحه كده عدي كان مع ارسلان وكانوا في العربيه، والعربية اتقلبت بيهم هما الاتنين. ريم قامت مفزوها قفلت في وشه. ريم قامت بسرعة وحجزت طيارة خاصة بسرعة على مصر، وبعدين ريم وصلت مصر بعد 2:30 وراحت على المستشفى اللي هما فيها. وأول ما دخلت لقيت الكل موجود، وعدي ملفوف راسه بشاش وإيده متكبسة، وأرسلان رجله وإيده الشمال. الكل لف وشه أول ما شافوها اتصدم وهي دخلت وقالت هو البعيد حيوان صح؟ إيه في حد يركب عربية من غير حراسة عامل فيها سوبرمان؟ بقى ده منظر ارجع اشوفكم بنتو الاتنين؟ بس شكل سفري خلى مخك طار يا عدي، وايه وشك الاصفر ده وجسمك ايه مش بتاكل؟ ايه المنظر اللي انا شايفاه ده؟ وسيد ده انك دي كده ليه؟ عندك 90 سنة حضرتك، رد عليا ايه اللي خلاك كده؟ بصلها عدي وعيونه مدمعه مش قادر يتحكم في نفسه. لكن مازن دخل وقال لها انتي انانيه يا ريم، انا الاول مره بندم على تربيتي ليكي، سافرتي من غير ما حد يعرف 6 شهور، كل يوم في عذاب من اللي ممكن يكون بيحصل لكي والأفكار الوحشة من اللي ممكن كان بيحصل لك، الكل بيدور عليكي انت وبس، بنات الأسد وآسر، وانت مش هم كل ده، مشيتي من غير ما تقولي لحد، وكمان من غير اتصال تبرزي قلوب الناس من التعب، وعدي اللي كان كل يوم عند الدكتور بسبب حالته الصحية الوحشة، وأرسلان اللي بقى مش بيروح البيت بالأيام وبيدور على الهامل. قالت له ريم لو فاكر اني هقول لك اني مش غلطانة تبقى انت اللي غلط، انا لو كنت قعدت هنا كنت انتوا هتكونوا أسوأ، لان انا في الوقت ده كانت حالتي صعبه قوي ومحدش يتحملها وما توصفش، انا اصلا كنت مش قادر اعمل اي حاجه او اصدق اللي بيحصل، انا كل حياتي كانت انتقام وشغل واعداء حاولوا كم مره يقتلوني، اذا كان في شغلي العادي او المخابرات. فاكر يا مازن انا قبل كده دخلت غيبوبه 6 شهور من غير علمك، وكنت فاكر اني مسافره. مازن كان مصدوم، قالت له انت مش مصدقني ايه اتصدمت؟ بس لا رجعت وفقت تاني، كل مره ببقى اسوا من الاول، أنا مش فلان زي ما الناس بتقول، أنا أبويا مات قدامي، سافرت وبقيت قاسية ورجعت عشان أخد حق، دخلت عالم الأعمال واستغلال في السوق وعرفتهم بنت محمد عبدهم مين، ولما أجي أخد حقي الست اللي طول عمرها بكرهها تضحي بحياتها علشان ليه؟ هستحمل كده ولا هستحمل إيه ولا إيه ولا إيه؟ وهنا داخل أسر المنشاوي وسلمت عليه ريم، والأحوال بدأت تتحسن شوية بشوية، وعد حوالي شهر وفي قصر الرادي أرسلان رايح جاي زي الخيال، وصهيب وعمر بصوا ليه، وأدهم ومجدة بيضحكوا عليه،
فقال لهم أرسلان. بقى الهادم الفرح فضل عليه يومين وهي مسافرة من أسبوعين. قلتم يا رب أعمل إيه؟ صبرني على البلوة السودة دي، أنا عملت إيه في دنيتي علشان يحصل فيا كده؟ أيلا دخلت وكانت لسه جاية من بره ومعاها رهف، فقالت له أيلا هاي عملت إيه؟ قال لها أرسلان بنت أنت تلمي على جنب، أنا مش طايق نفسي، ما تخليهاش تطلع عليك. بعدين قالوا ياخدوا بعضهم ويروحوا القصر بتاعها علشان يشوفوها. وبعد مرور ساعة كانت ريم جت، فشدها أرسلان وقال لها أنت عمالة تختفي كل شوية ليه؟ أنت زهقتيني. ريم ضحكت وقالت له أصل بص بقى، الصراحة أنا أصلا لحد دلوقتي مش مصدقة إن أنا هتجوز، ده أنا اتريقت على بنات الأسد وآسر وناس قد كده علشان أتجوزه، وكنت بقى وضهريهم تريقة، وفي الآخر أنا كمان أتجوز. بصراحة صدمة للكل لما عرف وأنا أوله. الله أرسلان طبعا أنا أقدر أغير أي حاجة، هو أنا أي حد؟ وبعدين افتكر وتغير حاله في ثانية وقال لها أنت إزاي أصلا تسافري من غير ما أعرف وكمان تقعدي أسبوعين هناك؟ ده الفرح بعد يومين وأنت مش في دماغك أي حاجة، أنا عارف إن مش الشخص اللي أنت بتحبيه، بس اديني فرصة، أنا اللي دايما كنت بقرب منك وأنت بتبعدي عني. قالت له ريم وأنت مين قالك الكلام ده؟ على فكرة أنا بحبك من زمان. قال لها أرسلان إيه ده بجد؟ قالت له ريم أيوه أنا شفتك قبل كده قبل ما تشوفني في الديسكو. قال لها إزاي أنا مش فاكر لو كنت شفتك، كنت أكيد هفتكرك. قالت له ريم لا شفتني، فاكر البنت الصغيرة اللي شفتها في الجنينة اللي قلت لها قطتي الصغيرة؟ قال لها اه صح، ازاي ما خدتش بالي من لون العيون دي، بس انت اختفيتي فين بعدها؟ قالت له ريم ما هو بابا كان مات. قال لها ارسلان انا هعوضك عن كل اللي فات وعد والله. وبعد يومين جه فرح ريم ومازن طلب من ارسلان وقال له خلي بالك منها دي حتة من قلبي. قال له ارسلان ما تقلقش دي في عينيا والله. وكل الناس كانت فرحانة ومبسوطة قوي بيه. وبعدين أرسلان قال ريم تعرفي أنا بحبك جدا وبحب حبك لبوكي وبغير منه ساعات يعني حتى وهو ميت من كتر حبك فيه. قالت له مش مجرد أبويا يا أرسلان، ده توأمي زي عليا كده. وبعد الفرح ما خلص سافرت ريم وأرسلان يقضوا شهر العسل، ولما رجعوا كان سهيب وعليا وأرسلان متفقين على تصميم قصر ريم هدية علشان كلهم يتجمعوا فيه. وأول ما نزلت ريم كان فرح أيلا وعدي وصهيب على رهف مع بعض، وحياتهم بقت أحسن كتير من الأول. وعدى 6 سنين على جوازهم وريم بقى عندها ولد اسمه محمد وبنت اسمها رنا. أما عدي فسمى جنة على اسم مامته وسمى ابنه التاني مالك. أما صهيب بقى فخلف ولد واحد وسمى عبد الرحمن. وبرغم أن ريم بقت أحسن من الأول لكن عمرها في يوم ما قدرت أنها تنسى أبوها ولو للحظة واحدة، وكانت دايما بتدعي له هي ومامتها وبتاخد ولادها كل جمعة علشان يزوروا باباها ومامتها يقروا لهم الفتحة. ودي كانت حكاية بنت المثلث.